أثارت الفنانة ماجدة زبيطة الجدل من خلال أحدث ستوري نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وقامت ماجدة بعتاب إحدى صديقاتها قائلة: إلا كانت الصحبة تخلي الصاحبة تقلل احترامها على صاحبتها، ما عندي ما ندير بصداقتك ولا بصحبتك، وماشي غير التالي مصلحتك معايا تبغي ترديني غلطة، راه عيب وحشومة، ولكن لا فوق منا اللي كنت كنعتبرها أختي، حسبي الله ونعم الوكيل، دغيا بنادم كينسى الخير ويخرج العيب، أنا بعد حشمت بلاصتك، ولكن الحمد لله والدينا ما ربوناش على نفس الأسلوب. ثم عادت بستوري جديد جاء فيها: الحمد لله الناس شافوني معك في الشدة، أما إلا كان غير على الشطح والرديح شبعانين الجود من الجود ماشي من الموجود. وقد جرى لاحقا تداول عتاب ماجدة زبيطة لصديقتها على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، وسط ترجيح فرضية خصام ماجدة والفنانة رجوى السهلي وتوجيه الكلام لها، خاصة بعد أن عمدت على حذف بعضهما البعض وإلغاء متابعتهما لبعض عبر حساب الإنستغرام. وما زاد من شكوك المتابعين حول علاقة رجوى السهلي وماجدة هو تغيب الأخير عن حفل العقيقة التي أقامتها رجوى ببيتها في الوقت الذي ظلت ترافقها طوال فترة حملها وحتى مرحلة الوضع.